صباح الخير سميرة، صباح الخير المشاهدين الكرام. اليوم غادي نقدم لكم واحد لاسوب فريدة من نوعها، ما تنحتاجوا لهاش بزاف ديال المقادير، يحتاجوا لها واحد نص كيلو ديال القوق بطبيعة الحال، واحد البصلة، واحد البطاطا، شوية ديال البارميزون اللي بغاه يبقى لكم اختياري، نص سيترو ديال الحليب ونص سيترو ديال الماء، واحد المعلقة ديال زيت العود أو زيت الزيتون، هذا اللي بغى يديرها حتى هي، الملحة والإبزار، وطريقة بسيطة بزاف. أول حاجة اللي تندير تناخذ شوية ديال زيت العود تنديرها في شي إناء بحال هذا الشكل هذا. من بعد شنو تندير؟ تناخذ البطاطا تنقطعها على شكل على أربعة ديال لي مورسو، خمسة ديال لي مورسو بحال هذا الشكل هذا، كتجينا سهلة. والطريقة ديال الخدمة ديال هذا لي سوب كتختلف على لي سوب الآخرين اللي موالفين تنديرو. علاش؟ لأن لي سوب الآخرين كنديرو فيهم بزاف ديال البصلة، هذه غنديرو فيها غير بصلة واحدة، لأن لو سوكر ديال لي سوب هي البصلة. كيما بغات تكون نوع ديال لا سوب، إلا ما كثرناش فيها البصلة ما تتعطيناش ذاك لوكو اللي بغينا، وكذلك فيها الملحة والإبزار والماء ديالها. هادو هما الثلاث تقنيات اللي كيمكن لنا نديروهم في لي سوب. علاش؟ لأن لا سوب إن فوا تنزيدو فيها الماء بزاف ربما غادي ينقص لينا داك الماء، ربما غادي تجينا ثقيله، وهي الماء ديالها خص لابد نديروا قد القياس ديال الخضار او ديال اي حاجه مع القياس ديال الماء. دونك نحاولوا ما امكن نديروا بصله وبطاطا بحال هذا الشكل هذا، كنشحروهم واحد جوج ديال الدقائق حتى لخمسه دقائق غير باب ما تينزل لينا داك الماء اللي كاين فيه. من بعد شنو تندير؟ تناخذ القوق او الخرشف بحال هذا الشكل، كنقطعوا دي مورسو ونحاولوا ما امكن، الا كان مجمد حاولوا ما امكن تخرجوه شويه قبل، لان الا كان فيه اللي كيكون مجمد كيكون هاز تقريبا واحد 10 حتى 15% ديال الماء اكسترا، سو نحاولوا ما امكن نخرجوه قبل. هاكا هذه نديروا نص كيلو باش كيجي هو هذاك، والمذاق ديالو كيجي سيتروني، كيعطي واحد النكهه ديال الحموضيه، واحد المذاق هائل. غادي تجربوها وغتردوا علينا الخبر وغادي تشوفوا ديالها كي داير. من كنحط بحال هذا الشكل هذا، من بعد كنحرك هنا واحد خمسة دقائق اخرى حتى كنشوفوا اللون ديال البصله وديال البطاطا تبدل، وكنلاحظوا ان داك القوق كينزل الماء، لان القوق حتى هو فيه الماء بزاف، وبالاخص الا كان درناه في المجمد، لان بزاف ديال الناس مثلا كيكون رخيص كنجمدوه، حاولوا ما امكن نجمدوه كما تنقولوا. حتى هاد لاسوب مثلا، واحد الفكره، هاد لاسوب هادي نقدروا نصايبوها ونقدروا نخلوها في الكونجيلاتور واحد المده ديال 3 شهور، ونقدروا نجبدوها في اي وقت بغيناها بحال الشكل هذا. من بعد شنو تندير؟ تنجبد الماء، نص سيترو ديال الماء، ونحطوا الكميه اللي هي اكزاكت. علاش؟ باش ما يمكنليناش نزيدوا الماء ان دوزيام فوا، ما حد حنا كنزيدوا الماء وداك المذاق ديال لاسوب ما كيبقاش هو هذاك، وكيهرس لنا داك يعني داك النكهه اللي كنقلبوا عليها. كنزيدوا الحليب وكنخليوه يطيب واحد المده ديال 35 دقيقه. فاش كيطيب 35 دقيقه قبل ما ننزلوه، يعني قبل ما ننزلوه تنهزوه الملحه والابزار، وبطبيعه الحال الملحه والابزار ما خصناش نكثروا لان غادي نزيدوها في الاخر. تندير الملحه والابزار، من بعد كنخلط ونخليها تطيب كما قلت لكم 30 دقيقه 35 دقيقه، وتكون ماذا بينا نديروا العافيه مهيله بزاف. من بعد كي كطيب كنخليوها تبرد واحد المده ديال ساعه ساعه ونص فوقاش ما بردات، عاد كنديروها في خلاط كهربائي بحال هذا الشكل هذا، وكنطحنوها فاش كنطحنوها كترجع لينا بحال هاد السائل، كتجي غزاله واللون ديالها كيهرب للبيوضيه بزاف بهذه الطريقه، هذه الشكل هذا كما تشوفوا. وانا غادي نقدمها لكم ونديروا فوقها البارميزان ونوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش جات كما تشوفوا. ومن بعد تنديروها شويه ديال البارميزان من الفوق، هذا اختياري تيبقى لكم. وحاولوا ما امكن كما قلت لكم نقصوا شويه الملحه كاع في الاخر، ما ديروهاش. علاش؟ لان القوق تعطي واحد النكهه ديال الحامض وكيحصل لكم فيها الملحه، وهي كتجي ديك النكهه هائله بزاف. وكنقدمها لكم بالصحه والراحه، وحتى الافكار شي افكار اخرى ان شاء الله في الحلقات المقبله.